كان رجلا مهذبا جدا جدا. كان عالما جليلا لا يمكنني أن أجد له نظيرا. كانوا الطلبة يسألونه وهو في طريقه من مدرسة الحجتية حتى يبلغ منزله. كان رجل دين فريدا من نوعه لا يضاهيه أحد على الإطلاق في العلوم الفلسفية. قال ما قلت ولا زلت أنادي، صار ديني في هوى أحبابي. عندما يرى الإنسان العلامة الطباطبائي في مشيته في كلامه ليس من باب الدعاية، بل هذا ما شهدناه بأنفسنا، يتذكر النبي عندما كان يجلس لا يتكلم وكثيرا يستمع جيدا، إذا سألت يجيبك، ولكنه لا يبتدئ بالكلام، وفي نفس الوقت كانت الابتسامة تعلو وجهه دائما. أما بالنسبة لسلوكه الأخلاقي في جميع شؤون الحياة فكان واضحا للجميع. لم أره ذات يوم عبوسا أو متكبرا. جلب أحد طلب الفضلاء ذات يوم رسالة له من إصفهان، وأراد أن يرجع إلى إصفهان في نفس اليوم عند الساعة الثانية من بعد الظهر، وقد اشترى بطاقة السفر وكان مترددا هل يقابله أم لا، هل الوقت مناسب أم لا. وأخيرا جازفنا وقلنا لنذهب أيا كانت النتيجة. ذهبنا وقرعنا الباب فخرج إلينا، كان يتكلم بصوت خافت، وفتح الباب بهدوء وجاء بسجادة على كبر سنه ورعشة يديه وفرشها عند الباب. سألناه لماذا تتكلم بصوت خافت يا أستاذ؟ قال الخادم نائم. كان خادمه محمد علي نائما في غرفة قرب الباب، ولكي لا يستيقظ هذا الرجل من نومه. من من الأساتذة صبور إلى درجة الجلوس والاستماع إلى حديث طالب صغير حتى إذا كان إشكاله تافه؟ العلامة أولا يحترم شخصا كهذا ولا يتحدث بكلام يجعل الآخرين يضحكون منه، وثانيا يجيبه بكل هدوء. العجيب من أخلاقه إنصافه في بحثه مع طلابه وتواضعه لهم. هذا يدل على أنه إنسان بنى شخصيته ويتحكم بنفسه. إذا تكلم أحد بكلام منطقي يذعن له ولا يقول أنا العلامة الطباطبائي. قرأت حديثا في الكشكول للشيخ البهائي يقول: ناجى أحد الأنبياء ربه قائلا: يا ربي كيف الطريق إليك؟ كيف وبأي طريقة أصل إليك؟ كيف الطريق إليك؟ فنزل الوحي يقول: اترك نفسك وتعال إلي، دع نفسك، دع نفسك وتعال إلي. تلك الجلسة التي وضعناها لأيام الخميس والجمعة عندما أوشكت أن تنتهي في آخر يوم من الصيف، قالوا له: انصحنا يا أستاذ،
كان يوم خميس فتهرب من الطلب، وفي الغد قالوا له كان يجب أن تنصحنا، فقال والله الواحد الأحد لا أعرف. لقد كان إنسانا فانيا، وكان إنسانا ليس للأنا وجود في كيانه. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرة آية الله العظمى السيد الطباطبائي، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باختصار، أنا شاب في 22 من العمر، وأرى أنك الوحيد الذي يمكنه الإجابة عن سؤالي. في محيطي وظروف حياتي تسيطر الأهواء والآمال والرغبات علي، فأصبح أسيرا لها. أطلب منك أن تدلني على الأعمال التي تقودني إلى السيطرة على نفسي كي تغمرني السعادة. أذكركم، لا أريد النصائح، وإلا فقد ادعى الآخرون نصيحتي كثيرا. أريد نصائح عملية. ألفت أنظاركم إلى أن كاتب هذه السطور يعتقد بأنه لا ينجح بأخذ جواب هذا السؤال شفهيا، ثم أني أخجل من إتلاف وقتك الثمين. لذا أرجوكم كأب، إن كنتم ترون مصلحة في الأمر أن تساعدوني، وإلا فلا تضحكوا بسركم على قلة عقلي، ومزقوا الرسالة واتركوني لحالي. أشكركم. 13 تشرين الأول عام 76 ميلادي. إن من كتب الميزان ومن قرأ كل تلك الأحاديث والذي راجع البحار عدة مرات يقول هكذا، وبعد إصرار شديد منهم يتذكر فيقول فاذكروني أذكركم، قال تعالى فاذكروني أذكركم، انتهى. هذا هو الدرس. السلام عليكم. للنجاح والوصول إلى ما تبغيه من كتابتك في هذه الورقة عليك أن تجد وتجتهد وتتوب وتعمل على تهذيب نفسك ومحاسبتها. فعندما تستيقظ صباحا كل يوم تكون مصرا على عمل مباح فيه رضا لله عز اسمه. فإذا أردت أن تفعل عملا ما رأيت أن عليك أن تنظر في علاقته بالآخرة، إن كان فيه نفع أخروي أقدمت عليه، وإلا أعرضت عنه حتى الليل. واستمر إلى وقت النوم، وقبل النوم فكر 4 دقائق أو 5 فيما فعلته طوال يومك، واستعرض كل ما فعلت واحدا واحدا، وإزاء كل عمل فعلته بما يرضي الله تقدم إليه بالشكر. وإذا رأيته بعيدا عنه استغفر الله سبحانه وتعالى منه، واستمر على ذلك كل يوم. ومع أن هذه الطريقة تبدو صعبة في البداية ومرة على نفسك، لكنها مفتاح النجاة والفلاح. واقرأ كل ليلة قبل النوم إن استطعت سورة الحديد، الحشر، الصف، الجمعة والتغابن. وإن لم تستطع فاقرأ سورة الحشر فقط، وبعد العمل بهذا 20 يوما اكتب لي رسالة اشرح فيها حالك، وإن شاء الله ستوفق في مسعاك. والسلام عليكم. محمد حسين الطباطبائي. محمد حسين طباطبائي. وكان الأستاذ العلامة الطباطبائي يقول لنا منذ اليوم الأول لالتحاقنا بصفه يجب أن تستمروا في تهذيب أنفسكم ومحاسبتها حتى نهاية أعماركم. الحكم والنصائح ضرورية لي ولك ولأصحابنا، ويجب ألا نغمض حق أحد، وألا نغفل عن ذكر الله في إسداء هذه النصائح التي يجب على الجميع اتباعها والمثابرة عليها ليلا ونهارا. على كل حال، ليتهذبوا، وعليهم أن يتذكروا دائما أنهم عباد الله، وعليهم
ألا ينسوا ربهم سبحانه وتعالى. وفي أواخر أيام حياته أصابته حالة من الدهشة، ولهذا السبب لم يستطع أن يتكلم. وقد سأله أحد طلابه، أحد الأصدقاء، حيث قال له: أستاذ، بما توصينا في هذه الحالة؟ فسمع صوتا ضعيفا يصدر منه: المحاسبة، المراقبة. قال آية الله مرندي رحمة الله عليه، وكان ممن درسوا معه وهو من العظماء، قال: لم يكن من أصحابنا وزملائنا مثل العلامة الطباطبائي، كان يسجد أحيانا لخمس ساعات. وعندما قلت هذا مرة لآية الله جواد آملي، قال: الأمر كما قلت، وكل هذا من بركات هذا السجود. أقول لكم أمرا، نعوذ بالله، ليست إهانة لأحد إن شاء الله، لا أذكر اسم أحد، ولكن الحقيقة يجب أن تقال، أن شخصية العلامة الطبطبائي رضوان الله تعالى عليه مقارنة ببقية الأساتذة مثل تفسير الميزان مقارنة ببقية التفاسير. بإمكانكم ومن خلال هذه الجملة أن تعرفوا فضله، حقا إنه لكذلك، هذه هي الحقيقة. كانت للمرحوم العلامة الطباطبائي حالات معنوية رائعة وسامية، أي أنك إن شاهدته يصلي ترى حالة قرب عجيبة من الله. قال المرحوم السيد القاضي: إن قالوا لنا في الجنة لا تصلوا فماذا نفعل؟ يعني إلى هذا الحد كان يلتذ بعبادة الله. كان المرحوم العلامة الطباطبائي يحب العبادة وخاصة الزيارة، كزيارة الإمام الرضا عليه السلام. وربما ذكرت هذا كثيرا، لم يكن العلامة طويل القامة، بل كان متوسطا تقريبا أو أقل من ذلك. كان يضع يديه وشفتيه على الضريح، وكان الشفتاه ترتعشان ويقبله بكل مشاعر. كان يقول لي: إنني أعمل 14 ساعة في اليوم باستمرار، إلا يوما واحدا في السنة، ذلك هو يوم عاشوراء، احتراما لشخص الإمام سيد الشهداء. كان يبكي كثيرا في المجالس الحسينية، كان مواليا للإمام، وكان إنسانا فريدا. سمعت من بعض السادة أنهم أخبروه أنه عندما كانت زوجته تقرأ زيارة عاشوراء وتسلم فيها، يقول أنه كان يسمع جواب سلامها، وحتى أنه قال: عندما تلتفت أمي وهي في البيت إلى حرم السيدة المعصومة
وتسلم عليها كان يسمع الجواب: تمعنوا جيدا. انظروا أي عمق يستلزم هذا، في حين أن والدتي لم تكن زاهدة، لم تكن من أهل الزهد، كانت إنسانة عادية وحياتها عادية. أبي كذلك تقريبا، لم أكن أراهما يمارسان أعمالا إضافية إلا قراءتهما للقرآن صباحا وصلاتهما اليومية وغيرها، لم أكن أرى منهما غير هذا إلا إذا كان يصليان صلاة الليل دون أن أراهما. كان يشهد المجالس الحسينية، وأحيانا في ليالي القدر كنا نذهب إلى منزل الحاج ميرزا تقي زرقر، وكان يخدم الحاضرين بنفسه. ربما سمعتم بهذا، صدقوني كان مجلسا مثاليا. عندما كان العلامة الطباطبائي يرتقي المنبر يبكي بكل كيانه، وكان عند بكائه يهتز كل جسده، هكذا كانت علاقته بأمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام، علاقة عميقة. آخر أيام العمر هي من أمر اللحظات وأحلك الأيام على من تعلق بها، ولكنها أحلى الدقائق وأبهج الأيام على أولياء الله، لأنها آخر لحظات لبقائهم في القفص وهم يتلهفون على الطيران وترك القفص. ما أصعب ترك الدنيا على من أحبها، ولكن العارف تموت دنياه قبل أن يموت. هذا الشيخ المؤمن كان ضيفا على الثورة عدة سنوات، ولكن الرؤوف الرحيم أهداه فيها أجمل مصائب الدنيا، حيث قدم أبناؤه أرواحهم الواحد تلو الآخر فداء للثورة، وتركوه وحيدا. الشهداء محمد حسين بهشتي ومحمد مفتح ومحمد جواد باهنار والأستاذ مرتضى المطهري. الأستاذ المطهري الذي كان يشرح الكتابات الفلسفية والعرفانية لأستاذه سقط مضرجا بدمائه في ليلة الليلاء بعد أن أصابته إطلاقات الكفر والنفاق، وترك أباه وأستاذه وحيدا، فكتبت الملائكة اسمه العظيم على جبين السماء.
لا يعلم أحد ما جرى لذلك الشيخ الحزين في تلك الأيام وهو يرى أبناءه وفي الذات كبده يمضون على درب أفكاره السامية مقدمين أرواحهم في عروج مقدس، وهو جالس ينظر إليهم بأعين ملؤها الدموع. كم يوسف يمكن لهذا الشيخ أن يتحمل فقدانه؟ يبدو أن آخر أيام حياته قد أنسته كل شيء، كل ما حفظه من العلوم والفلسفة، ولكنه لم ينس ما أحب، ذاك الذي عثر عليه عندما تصفح السماوات، ذلك الحب الخالد الذي يتجلى في وجود الله عز وجل. في آخر أيام حياته ابتلي بالإغماء، حتى عندما كان يزوره بعض المراجع كان لا يفتح عينيه، ولكن عندما كان يحين وقت صلاة الظهر يصحو فجأة قبل أن يطرق صوت الأذان سمعه فيصلي ثم يغمى عليه ثانية. لا أدري، أستبعد أن يكون العلامة الطباطبائي قد فقد ذاكرته، بل ضعفت ذاكرته مع أن تفكيره عميق. عرف عنه ذلك، يقال إن ذاكرته ضعفت، ولكن لم ينقص من معنوياته شيء. عندما يطرح موضوع ما يغوص فيه حتى أعماقه، ولكن ذاكرته كانت ضعيفة، كان هذا حاله. ضعف الذاكرة هذا والرعشة مع الأسف الشديد قد ابتلي بهما منذ كان في النجف الأشرف، بالإضافة إلى كبر سنه، توفي وعمره 80 عاما. ولكنه كان يعرف متى سيموت وأين سيدفن، فأولياء الله هكذا يعلمون بالحوادث قبل وقوعها ولا يفصحون عن شيء ولا يخبرون أحدا، ولكن في أواخر أعمارهم يقوى لديهم الشعور بالانقطاع عن الدنيا ومادياتها. والعلامة مر بهذه الحالة أخيرا حسب ما نقله البعض، والبعض أخطأ في تفسير حالته. في أواخر عمره كان منطويا على نفسه، أعني كان واضحا تعلقه بتلك الحياة، وتحسبه ينتظر رؤية أولياء الله وهم قادمون ليأخذوه معهم. وحتى في اللحظات الأخيرة من حياته كان جل اهتمام العلامة بخالقه وسيده ومولاه بالله سبحانه وتعالى، حتى أن أحد الفضلاء قد زاره في المستشفى في المرض الذي توفي فيه، وأحس أن العلامة على وشك الموت. يقول: فسألته: أستاذ، هل من وصية خاصة؟ هل من شيء توصينا به؟ يقول: رأيت شفتيه تحركتا وقال شيئا لم أفهمه، فقربت أذني من شفتيه لأسمع ما يقول، فسمعته يقول: المراقبة، 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 وهو على تلك الحال. فالذي مثله يمكن أن يكون قد قضى عمره في المراقبة،
وهذه كانت وصيته له. وقال ذلك الرجل إنه طلب منه ماء، وكان أمرا غريبا، طلب ماء. يقول: فذهبت وجلبت له الماء وقدمته له، فأخذه بيده، فرأيته أمسك بالماء ولم يشربه، فاعتقدت أنه نسي أني قد جئته بالماء، فقلت: أستاذ، أردت الماء فجلبته، اشرب. فقال: نعم، أعلم ذلك. كنا جالسين في جلسة حضرها الأستاذ العلامة. روى هذا لنا شخص مهم من مدرسي الحوزة الكبار، بل وأكثر من مدرس. يقول: فنظرت إلى العلامة فبكى. قلت: ما بك؟ قال: أنا أعجب كيف تتحمل الأرض ثقل هذا الرجل. لم أرى لحد الآن مفكراً أوسع فكراً من المرحوم الطباطبائي. كان لا يرى لنفسه فضلاً على الآخرين، ولا أتذكر في يوم ما لا أتذكر أبداً أنني رأيته يلبس لباساً جديداً. عندما تنظر إليه وهو يصلي تصيبك الدهشة والتعجب. نسأل الله تعالى أن يحشره مع أجداده الطاهرين، وأن يسكنه في أعلى عليين في جنات النعيم.